كل دواء سواء كانت سواء كبارة عن مضى أو غير ذلك أو الدهن أو غير ذلك، يعني إذا كان دواء يعني أصدر وصفته طبيب أو طبيبة فينبغي أن نقوم به وأن نمارسه وأن نفعله على جلدنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يأمرنا بالحفاظ على الصحة والمحافظة على الأبدان من المحافظة على الأديان. ثم إذا جائز